نبلش بالحمل. هي السنة مثل ما قلنا الحمل بده ينتهي من قصة بلوتون ويرتاح، بس عنده سنة جيدة على صعيد غير كواكب، إجراءات حكيمة، تألق، عمل، منصب لمواليد الحمل عندك، بينجح محل ما بيفشلوا الآخرين. الحمل عنده نجاح بمحل كتير منيح. لما ينتقل جوبيتر إلى برج الجوزاء ب 25 أيار الحمل بيصير أحسن بعد. أول 6 أشهر عنده وضع مالي كتير مهم، بعد 6 أشهر عنده وضع معيشي اجتماعي، نجاح، فرح، وبيرتاح لبعض الأمور وبيحقق أمنيات وعنده مفاجآت عاطفية، وبتصير ممكن يوقع بالغرام بالحمل إذا كان خالي القلب. برجع بقول بطريقة مفاجئة، دايما بتقول إذا مش مجوز، تقول إذا مرتبط أو مجوز يحب كارثة. بده ينتقل إلى حب جديد، بس بده شهر سبتمبر. عم بعطيك أنا عناوين منه، طبعا كتاب فيه معلومات. على الصعيد الصحي بدنا نقول له لازم يكون حذر شوي بهالسنة، خاصة ابتداء من تشرين الأول أكتوبر. بس ما في شيء بخوف، يعني شيء قصص صغيرة. حمل عنده سنة كتير حلوة وعنده علاقة خاصة مع أحد مواليد الميزان أو ربما مع أحد مواليد القوس وغيرهم. الحمل عنده سنة حلوة.